2017 سكنت مع عنده وعطيته 130 الف ريال ديال التسبيق فلوس بينه وبينه وملي فات ملي فات ملي, فات ملي فات ملي فات ملي فات كورونا بشويه ملي فات كورونا بشويه كيهدي كيقول لي خرج لي الدار ديالي كيقول لي ودي خرج لي الدار ديالي راه الدار را بغيتها كنقول له ودي بلاتي شي شويه تن تن تن, تن, تن يعني تنقد الامور ديالي تنحول تنعرف فين ره فين ره فين غنمشي فين غادي نمشي وديك الساعه نخلي لك الدار ديالك وثانيا هذا الانسان هذا كانت عنده واحد الدار الفوق هنا بغى بغى يبيعها انا ما عرفتش انا كيفاش ما عرفتش انا هذاك السيد انا المسائل ديالو المسائل ديالو الضو ديالو الماء ديالو الكرا ديالو كنخلصوا ليه شهريا كنهود ليه انا ولا كتهود ليه المره ديالي الفلوس ديالو لتحت ولا كنعطيهم ليه في القهوانيه المسائل ديالو كنخلصهم ليه ما بينو بينو حتى شي حاجه ديال سميتو هاد السيد واحد النهار كيقول لي خرج لي الدار ديالي بلا سبب خرج لي الدار انا قلت له اودي بلاتي نلقى فين ندي الولاد ديالي وهذيك الساعه نخرج لك الدار ديالك ما كان حتى مشكل وفات واحد شويه وتقريبا واحد ثلاث شهور اللي فات شهر سبعة ديال 2021 حتى كنتفاجئ مفوض قضائي جاب لي واحد الدعوه ديال المحكمه بان هذا السيد هذا راه ما كنخلصش ليه من 2017 2018 2019 2020 2021 خصني نخلصهم ليه ومشينا للمحكمه مشى هو ذا المحامي مشيت انا حضرت في واحد الجلسه قال لي القاضي بانك دير محامي قلت له دير انا ما عندي باش ندير محامي ما عنديش باش ندير محامي وهذا الشيء هذا راه كذوب هذا الشيء هذا اللي كيقول هذا السيد هذا الاقوال اللي كيقول هذا السيد هذا راه كذوب وفت واحدة اربعة واحد اربع اربع شهور ولا خمس شهور مات السيد مات مول المحل وقبل ما يموت حكمت علينا المحكمه بهد حكمت علينا المحكمه بان نعطي نعطيهم 42 الف درهم وشي حاجه ديال تقريبا شي سبعة مليون في هذاك الشيء اللي كاين في, في, في الحكم هادشي أه ديال العون القضائي إيه دي وهادشي ما مخالطش انا ما عرفتش انا تقريبا شي 7 مليون اللي درت لي الحساب رده الفعل ديالو أه ما كانش تيق باننا غادي نخرج هو راه مشى مش 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 دار خدمته مشى دار مشى مشى دار بيا الدعوه قبل, أه قبل, ما يقول لي هو غادي نخرج راه دار بيا الدعوه عاد جا عندي قال لي غتخرج ليا راه دار بيا الدعوه قبل ما جا عندي هو يقول لي خرج راه دار بيا الدعوه <applause> و... وملي 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 دربي... دار ملي دار بيا الدعوه في المحكمه ديك الساعه ديك الساعه هو تقريبا فات شي شهور ولا اربع شهور ومات وملي مات صافي بقاو الورثه بقات مرته حيت ما عنده لا ولاد لا والو بقات مرته هي واخوها خوها واحد النهار هنايا هاد الدراري يعاودوا لك الدراري الصغار هما يعاودوا لك الا كاع الا كاع الا كاع الا كاع الدراري الصغار شنو اسم الهجوم اللي داير لينا هذاك السيد وقال لي بان راه غادي نبيع لك هي هي حتى هي كتقول بان راه غادي نبيع لك الدار ديال التحت باش نخويك من هذيك الدار انا انا دابا انا دابا حاليا عايش في الرعب ما نكذبش عليك عايش في الرعب وعايش وعارف بان واحد النهار يقدر يطلع عاوتاني ما تعرف شنو غادي دير دابا الجيران على حساب على حساب الجيران أه واخا يبغي شي واحد يقول لك يقول لك الصراحه كل شيء اخويا كل شيء ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول لك الحقيقه 100% كل شيء دابا الجيران دابا يقدر تسولهم يقول لهم غير هذاك النهار اللي دار هذيك الفوضى يقول لك حنا ما شفناش حنا ما عرفناش ما يقدر الناس ديال ديال برا تسول يسول الناس ديال اللي بحال معنا واش سمعتوا شي تفرقيع واش يقول لك الدراسة راه سمعنا اما بالنسبه للجيران دابا ديال هنا اللي كاينين لتحت ما ما نعرفش انا حيت ما عمرني ما عرفتش انا واش غيقولوا الواقع ولا ما يقولوش ولكن الا كاينين شي ناس اللي غادي يخرجوا الواقع من هاد الناس راه الواقع كاين انا كنت في الدار كنت ناعس راه الصباح بكري راه الصباح بكري كانت في الفجر السبعه مع الفجر تهجم عليا فرقع عليا ذاك الباب وخذ عليا رزقي هنايا وخذ عليا شي فلوس ديالي هنايا وخذ عليا شي سرقني هاد السيد هذا راه كوستو انا دابا راه باقي بلا خدمه علاش؟ ما بغيتش انا شي نهار يقدر يطلع أي يقدر بزاف ديال الحوايج الدراري باقي صغار باقي وعايشين عايشين هاد الناس في الرعب اودي ديالي دابا بقى انا بغيتهم يدخلوا ليا في هاد الشيء هذا ديال هاد المحكمه بعدا اللي حاكمه عليا بها بهاد خم... بهاد القدر ديال الفلوس وهي ظلمه هاد المحكمه بعدا آه رقم التليفون ديالو 06 39 08 91 ما تنسوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة